استهداف عدد من الزملاء الصحفيين. كنا في مهمة أنا مغطي أنا والزميل المصور في الأثير العربي، وكنا واقفين قصفونا قذيفة مدفعية بشكل مباشر. سامي تشاهد يا سامي. وترت قدمه اليمنى. تمام يا دكتور ركب. يا سامي اهدى خلاص حط راسك. حط بلاتين وركب. طب انتم بتخلونا نلبس دروع ليش؟ خلونا نلبس الخوذ ليش؟ عشان برضو يستهدفونا. هكمل رسالتي ولا وعكس والحمد لله.